ومرة تانية يعطيكم العافية شباب وصبايا الصف التاسع. رح نكمل هلأ الجزء الثاني من الدرس جيب تمام الزاوية الحادة. كنا خلصنا بالفيديو السابق الدرس وعرفتك على جيب تمام الزاوية، قارنتها مع الجيب واتفقنا انه نفس اللي بيصير على الجيب بيصير على الجتة، ولكن بدل المقابل مجاور. وتعرفنا على الناس ما بتقابل جيبها فاضي وجت الجارة على الجارة، قلت لك هدول احفظهم التنتين بيساعدوك كيف تعرف الجتة ضلع المجاور على الوتر والجيب اللي هو الضلع المقابل على الوتر. اتفقنا انه في الجزء الثاني من الدرس رح اعلمك كيف تستعمل الآلة الحاسبة لإيجاد الجتا، وكيف نستعملها لإيجاد، يعني ممكن اصير اعطيك جتا زوايا زي الدرس الماضي بالضبط واطلب منك انك توجدها باستخدام الآلة الحاسبة علشان تعرف تكمل حل الأسئلة. اليوم يعني ان شاء الله رح اعرفك على الآلة الحاسبة ورح نحل بقية الأمثلة اللي ضلوا هم مثالين، ثلاث أمثلة وثلاث أسئلة من أسئلة الدرس. برضو زي ما أخذنا بالجيب اللي له اختصار الجيب، فكنا نحكي مثلا بالجيب يقرأ هو جيب، جيب الزاوية، تمام؟ اختصاره هيكون جيب جا، يعني بتحط هنا قيمة الزاوية، أو ممكن تختصره بالإنجليزي اسمه ساين اختصاره، وبتحط بين قوسين الزاوية يلي معك إياها. بالآلة الحاسبة لحتى تطلعوا بتقول ساين، تكتب هون مقدار الزاوية، تمام؟ هون قلنا لما أطلب منك أعطيني جيب الزاوية معينة بتحط الجيب. طبعا الزوايا اللي احنا حفظناها 30 و60 و45. نفس الشيء بالجتا، هذه اسمها جيب تمام الزاوية، إذا اسمها جيب تمام. كلمة تمام يعني نحط مع الجيب بصير اسمها شو؟ جتا. فبختصرها في كلمة جتا الزاوية مثلا 60، بالإنجليزي اختصارها كوساين الزاوية، إذا كوساين بحط الزاوية. بالآلة الحاسبة لما تيجي تحطها بتحط كوساين، بتحط مقدار الزاوية. برضه نفس الشيء قلت لك إنه أنا بقدر ألف وأدور عليك وأحكي لك أوجد جيب الزاوية التالية، فأنت بتحط ساين الزاوية. طب لو قلت لك ما هي الزاوية التي جيبها كذا، اتفقنا لما أجي أطلب منك أنا ما أنا هون بعطيك الزوايا، لما أخفي عليك الزاوية أخلي الزاوية تصير مجهولة وأحكي لك ما هي الزاوية يلي جيبها مثلا نص، يعني هون مين صار المجهول؟ الزاوية. فبروح الآلة الحاسبة بحط ساين انفرس للنص، كأني بحكي للآلة الحاسبة احفظي آلة شو الزاوية يلي جيبها رح يكون نص. واتفقنا إذا كانت الآلة الحاسبة العلمية بتحط شفت الساين، بس إذا كانت الآلة الحاسبة على اللابتوب بتحط انفرس الساين. نفس الشيء بالساين بالكوساين نفس الشيء. فلما أقول لك مثلا ما هي الزاوية التي جتاها هو نص، فالزاوية هون عندي إياها مجهولة، شو الزاوية يلي جتاها يمس نص؟ يعني الجتا نص، أنا الزاوية ما بعرف شو هي. فبروح شو بقول، طالما بقول لك ما هي الزاوية هي تنقرأ ما هي الزاوية اللي جتاها نص، عندك مجهول الزاوية، فبتقولي بروح على الآلة الحاسبة بحط كوساين انفرس لمين؟ للنص، تمام؟ إذا ما هي الزاوية اللي جتاها نص؟ زي الجيب بتروح كوساين انفرس. اتفقنا إنه بالآلة الحاسبة اسمها شفت الكوساين، ولكن بالآلة الحاسبة اللي موجودة على اللابتوب عندك بيكون اسمها انفرس، بتحط انفرس بعدين بتحط كوساين وبيطلع معك الجواب. إذا طريقتين، يا شفت الانفرس شفت بعدين بتحط كوساين أو ساين، يا أما بتحط الانفرس مع الكوساين. كيف هون بدي أقولك إياها بالآلة الحاسبة؟ هي بالآلة هيها الكوساين جنب الساين الكوساين. فمثلا احكي لك شغل الآلة اقول لك ما هو جتا الزاوية مثلا 87، هاي شو تقرأ جتا الزاوية 87 طلعت معنا. طب لو قلت لك ما هي الزاوية التي جتاها نص، زي ما كتبت لك على الورقة الزاوية التي جتاها نص، هون الزاوية مجهولة، ورح بقول شفت الكوساين وصارت كوساين انفرس زي ما انت شايف لمين؟ للنص، تمام؟ احنا اصلا حافظينها انه الزاوية اللي جتها نص هي مين؟ 60، واللي جابها نص اللي هي مين؟ 30، صح؟ فانت من انك حافظها هنا طلعناها. فنفس الشيء قلت لك كوساين بتحط كوساين مباشرة، ما هي الزاوية جيب الزاوية كذا تحط كوساين، لو قلت لك ما هي الزاوية التي جتاها كذا او جيبها كذا بتحط شيفت يا الساين يا الكوساين. ونفس الشيء على التان اللي راح نتعلمها بالظل، ليش اختصارها تان؟ فبتصير ساين وكوساين وتان،
اللي هم جيب وجتا وظل. نفس الشيء الدرس الجاي برضه راح يكون. تعال نبلش نحل امثله لحتى تتمكن من المعلومه اكثر. مثلا شوف مثال 7 9، او خلينا نروح مثال 7 8، بسيط بس برضه خلينا نحله. بحكي لك مثال 7 8، جد ما يلي باستخدام الاله الحاسبه جتا ال 64. فبروح هون بشغل الاله، بحط كوساين ال 64 مباشر. ليش اقول لك جتا ال 64؟ الزاويه معلومه مباشره بنحطها. قديش تطلع معنا؟ 0.3438. اتفقنا ماما انه بعد الفاصله تختار منزلتين، فالاربعه بتضلها، الثلاثه بشوف العدد اللي بعدها 8 بيرضى يعطيها واحد. اه كريم بتعطيها، شو بتصير؟ تقريبا 44. مثل هيك عندك اياه. اذا الزاويه بعد الفاصله بتاخذ منزلتين، المنزله الاولى بتنزل عادي، المنزله الثانيه بشوف جارها بشحدها واحد ولا لا، اذا بشحدها بتكبرها واحد، يعني بتعمل تقريب. تمام؟ شوف الفرع الثاني، اذا كان جت لها 87%، جد قياس الزاويه ها. هون ايش بدنا نستعمل؟ بدنا نستعمل الانفرس. ليش بدي استعمل الانفرس؟ لانه هون المجهول عندي هي الزاويه، فصارت الزاويه مجهوله، فبسال ما هي الزاويه التي جتها هكذا؟ كيف بنطلعها؟ نروح الآلة الحاسبة، بحط شفت الكوساين. ليش شفت الكوساين؟ بتصير انفرس. انفرس لمين؟ للسبعة وثمانين. تفتح قوس أو بدون قوس ما في مشكلة، بس القوس بيحميك دائما، بخلي الموضوع صحيح. اللي هو قلنا 87 صح؟ سكر القوس، يعني الزاوية اللي هي 29.5. الزاوية اللي هي كم؟ 29.5. تمام؟ حتى 29.5 4، الأربعة بتعطيش الخمسة، بتضل المنزلتين، لأن احنا اتفقنا الزاوية بعد الفصل بمنزلتين، 29 بتنزل، 5 بتنزل، 4. هل الواحد بتعطيها؟ لا، فبتنزل زي ما هي، اللي هو نفسه هيئتها. لأنه بعد الأربعة هون كان في العدد واحد، واحد ما أعطى الأربعة فبتنزل زي ما هي. وشو بكتب عندها؟ تقريباً. ليش تقريباً؟ لأنه بعد الأربعة في أعداد كتير، بس أنا ما أخذتها، أخذت بعد الزاوية بس منزلتين. تعال نشوف مثال 7 9، ربطت شركة الكهرباء عمود كهرباء من قمته إلى نقطة على الأرض تبعد عن قاعدته 4 متر، إذا كان السلك يكون مع الأرض زاوية قياسها 64 درجة، فجد طول السلك ثم جد طول العمود. إذا بتلاحظ ما قال لك انظر إلى الشكل، وإحنا قلنا كلمة انظر إلى الشكل أهم منك وأحلى منك. ليش؟ لأنه بتكون رسمة مرسومة جاهزة. هلا هون أنت بدك ترسم. ما أتوقع فيش طالب مش بعرفش يرسم سؤال، يعني نوضح سؤال برسمة. إذا كان في عندنا عمود لشركة الكهرباء. حلو؟ ربطت هذا العمود من قمته سلك للأرض. هذا السلك لغاية الأرض ببعد من قاعدة العمود 4 متر، فإذا هذا السلك من راسه لقاعدة العمود بيربط ببعد 4 متر، فهذا هو العمود. طلع شو بحكي؟ ربطت عمود كهرباء من قمته إلى سطح الأرض. طبعا بتبعد قاعدة العمود عن سطح الأرض، عن رأس السلك اللي نزلوا لك إياه 4 متر، فإذا كان السلك يكون مع الأرض زاوية قياسها 64، إذا هذا هو السلك اللي أنا رميته من رأس العمود قمة العمود للأرض. هذا هو السلك، بيبعد عن قاعدة العمود 4 متر، وبنشئ زاوية معها اللي هي 64 درجة. جد طول السلك وجد طول العمود. طبعا هذا مثال ومحلول عندك، تعال نحله إحنا. يلا هذا مثال 7 9، صفحة 79. هذا عبارة عن مثال 7 9، صفحة 79. موجود عندك بالكتاب، بس طبعا الكتاب رسمه من طريقة الحل، فأنت لازم احنا نحله، ارسم لك اياه عشان تتعلم كيف ترسمه. تعال نوجد، يلا ايش بده؟ مرة بده طول السلك ومرة بده طول العمود. بما انه انت الزاوية قائمة، هلا السؤال ما قال لك انه هي قائمة، بس مبين لما بدي انزل عمود على الارض، العمود ما بيكون اعوج، بيكون واقف عمودي. فبنشأ زاوية شمالها 90 مع الارض، هاي هي الارض. الضلع المقابل للزاوية 90 اسمه وتر. الوتر هو اهم اشي بطوله. دائما شباب بس يكون عندك مسائل زي هيك، الوتر اهم اشي، لانه انت لما بدك تطلع الجيب بتقول المقابل على الوتر، بدك تطلع الجتا بتقول المجاور على الوتر، يعني انت الوتر لازم يكون معك دائما، الوتر لازم يكون معك او دائما موجود. فانت اول اشي بدك تطلع مين؟ الوتر. وبرضه انت بتلاحظ انه من الحل ما بخليك مقيد في اشي، بس بالمنطق هو اعطاك الزاوية 64 واعطاك طول واحد. لو معك كمان طول تستعمل فيثاغورس بطوله، بس انت الطولين مختفيين معك. طالما معك طول ومعك زاويه، اذا انت بتطول الاطوال الباقيه من الزاويه هاي. هلا هاي الزاويه انا بعرف اطلع لها جيب وجتا،
جيب الزاوية 64 هو المقابل على الوتر، بس أنا لا المقابل معي ولا الوتر معي، ما بستفيد. بكون معي بس شو؟ ال 64. أكتب لك ياها. لو طلبت منك جيب ال 64 هو نفس المقابل اللي هو العمود على الوتر اللي هو نفس السلك، بس أنا لا العمود معي ولا السلك، بس معي جيب ال 64 بطولها من الآلة، بس أنا عندي مجهولين ما بقدر أحل مسألة فيها مجهولين، لازم يكون مجهول واحد. طب تعال نشوف جتا ال 64، جتا ال 64 لأن بعرف أطول جتها وجيبها، جتا ال 64 اللي هي المجاور على الوتر. المجاور أنت معك إياه. وجتا ال 64 بالطول من الآلة الحاسبة، فبيطلع معك الوتر، إذا ممتاز، أول شيء شو بطلع؟ بطلع جتا ال 64، إذا جتا ال 64 هيها مبينة زي ما عندك هون. اللي هي نفسها المجاور على مين؟ نفسها المجاور على الوتر، المجاور معي 4، فبجي هون المجاور 4، الوتر أنا لسه ما بعرفه، جتا ال 64 بروح على الآلة الحاسبة وبكتب قديه جتا مين؟ كوساين ال 64. قديش طلع معك؟ 0.438، احنا قلنا بعد الفاصلة بمنزلتين، فالأربعة بتنزل الثلاثة، تمانية بترضى تعطيها فبتصير أربعة، إذا هي 0.44، تمام؟ قلنا هذه ما بتنحل معك هيك، كيف تنحل معاي؟ بتخليها 44 على 100 تساوي 4 على مين؟ على الوتر. ضرب تبادلي بتصير 44 الوتر بتساوي 400 على 44 على 44، صار عندي الوتر بيساوي كام؟ بقسم ال 400 على 44. ليش مش بقدر اقسمهم؟ لانه اصلا انت ما بتطلع الجتا لما يكون معك الزاويه الاله، فبتستعمل الاله عشان توجد الجواب النهائي. فبقول ال 400 تقسيم قلنا ال 44 بيطلع معك 9.09، برضه خد منزلتين، تمام؟ او منزله واحده بما انه طول، 9 بتنزل بعد الفاصل عندك 0.9، 9 بتعطي الصفر رقم، فبصير 9.1 متر. ما تاخذ منزلتين بس بالزوايا، لكن هذا بما انه اطوال اخدش. فصار معك الوتر 9.1، اذا الوتر 9.1. هلا ضل علي اوجد طول مين؟ طول العمود. العمود كم طريقه له لايجاد طوله؟ طريقتين. ليش طريقتين؟ يا اما من فيثاغورس، انت بتعرف هذا الضلع، بتعرف هذا الضلع، بضل عليك العمود، بتقول الوتر تربيع بيساوي هالتربيع زائد هالتربيع. ما بشجعك ابدا تستعمل فيثاغورس هون. ليش يا مس؟ لانه الوتر فيه فاصله عشريه، بدك تضطر تربعه 81 وتربع هون الفصل العشرية، لما تنقل هاي رح يطلع معك برضو فصل عشرية، تحت الجذر برضو في فصل عشرية، سيبك منها. طب شو الطريقة الثانية؟ استعمل ال 64. احنا استعملنا جتاها، فقلنا الجتا هو المجاور على الوتر، طلعت الوتر، هلا بستعمل المقابل، بستعمل جيب هلا ال 64. جيب ال 64 بطولها من الآلة، المقابل على الوتر، الوتر معي وجيبها من الآلة معي بطول العمود، إذا نفس الآلية هاي بطول هاي اللي هو طول العمود. إذا شو بقول؟ بقول طول العمود، طول العمود راح أطوله من مين؟ راح أطوله من الجيب. فبقول جيب ال 64 بيساوي طول العمود على الوتر، صح؟ الوتر عندك إياه 9.1، طول العمود ما بعرفه. جيب ال 64 هلا من طولها اللي هو الساين، ركز، ساين ال 64 0.89، احنا قلنا منزلتين، الثمانية بتعطي التسعة، حلو؟ 8 بتعطي 9 بتصير 10، فبتضطر تعطي 8 شو بتصير؟ 9 بالعشرة، إذا تقريبا 9 بالعشرة. كمان مرة المس قالت فاصلتين رقمين بعد الفاصل، فصفر فاصلة 8 9، 8 هاي بتعطي 9 بتصير 10، وال 9 وال 10 ما بزبط لك تنكتب 10، فرح تعطي 8 شو بتصير؟ 10 تقريب صف سادس، فصارت تقريبا شو؟ 9 بالعشرة. بنعرف شو الحلاوة هيك؟ بقول 9 على 10 تساوي العمود 9 بالعشرة، ضرب تبادلي 10 العمود بيساوي 9.1 × 9 على 10 على 10، إذا العمود شو بيساوي؟ 9.1 × 9 على 10. أنا ليش عملت لك إياها هيك؟ لأنه أنت بتقدر تستعمل الآلة تطلعها. يلا 9.1 ضرب 9 تقسيم المين؟ طلع جوابها بعدين قول تقسيم 10، فبطلع 8.19. قول التسعة بتعطي الواحد لأنه أطول قلنا، فبتصير 8.2. إذا قديش طول العمود؟ 8.2. ماشي أمي؟ هذا برضه
تقريبا. حلو، هلا شوف الكتاب، اذا طلع معنا السلك 9.1 وطلع معنا طول العمود 9 فاصلة شو 8.19. حلو، يا بتخليها هيك يا بتقرب ليها 8.2، بس هو الاقرب انه 8.2 افضل عشان انه اطول. لو فتحت المثال عندك بيطلع انه احنا وياه شو 9.1، هون ما قربها ضلها زي ما هي، مع انه 8 7 بتاعت الواحد بتصير 2. احنا وياه نفس الشيء، يعني ما تيجي تسالني تقول لي بس هو طلع عنده 8 و17 انت قربتيها، التقريب افضل. يعني انا رح احاسبك زي ما بعلمك، بالاطوال بعد الفاصله رقم اكتبها، وبالزوايا بعد الفاصله منزلتين. حلو، تعال ننزل على المثال اللي تحت 7.10. مثال 7.10 بيقول سلم طوله 15 متر يتكئ طرفه العلوي على الحائط، على حائط رأسي، وطرفه السفلي على الأرض، على أرض أفقية. فإذا كانت المسافة بين القاعدة الحائط والطرف السفلي للسلم 12 متر. يا الله نفس المثال هداك، هي كانت المسافة بين قاعدة الحائط، قاعدة الحائط التحتانية يعني، والطرف السفلي للسلم 12 متر. فجأة قياس الزاوية السين بين السلم وسطح الأرض. طبعا هو أعطاك طول السلم قبل شوي، خب علينا السلك وخب علينا العمود. هون أعطاك شو بيبعد المسافة وأعطاك طول السلم. طب أن السلم اللي يتكئ، يعني السلم هو بميل وبيتكئ، يعني هو السلم هو الوتر بده يكون. فأهم إشي البطاقة أعطاك إياه، والطرف السفلي على الأرض فوقي، فإذا كان متر من الحائط ممتاز. طبعا هو ما قال لي نجد من خلال الرسم، فبدك تضطر أنت ترسم. نفس المبدأ، الحائط بدها تكون هي العمودية، السلم هو اللي مايل فهو اللي راح يكون الوتر. حكى لك المسافة بين السلم والأرض، أكيد مش المسافة بين السلم والأرض هون 12 متر، أكيد بدها تكون اللي تحت. طالب مني الزاوية س قديش مقدارها؟ كتير حلو السؤال هذا، الزاوية س قديش مقدارها؟ هلا لما بجيب لك اياها بالامتحان، انت هذا الدرس جاب تمام كوساين، ومع ذلك استعملنا الساين، بس انا بالامتحان لما اعطيك اياها انت بتكون بتعرف الجيب والجتا والظل، شو بعرفك انت تستعمل مين فيهم؟ بتطلع س. الوتر عندك اياه هو اهم اشي واريح اشي، وانا مستحيل اجيب لك سؤال فيه الوتر لما خلص نحل الوتر. الضلع اللي اعطاك اياه شو علاقته بسين؟ هيك بتصير تسأل حالك، يعني إذا أعطاك طول الحيط شو علاقة طول الحيط بسين؟ مقابل، فبتستعمل الجيب. شو علاقة 12 بسين؟ مجاور، يعني إذا تستعمل الجتا، فبنقول جتا السين هي نفسها المجاور على الوتر، فهي معك إياها وهي معك إياها بيطلع معك الجتا. إذا إحنا للمرة الألف شباب كل مسائلنا بعطيك القانون، لازم يكون عندك كم مجهول؟ لازم يكون عندك مجهول واحد في المعادلة علشان تعرف تحلها، إلا إذا كانت معادلة نظام من المعادلات زي تامن مجهولين، بس أنا بعطيك معادلتين، فإحنا هون لا معادلات ولا إشي، فلازم بقانونك يطلع معك مجهول واحد. إذا اتفقنا عشان أطلع الزاوية س بشوف شو الأضلاع اللي حواليها، حواليها وتر وحواليها مجاور. مجاور ووتر يعني لحالها بتغششك، بتقول لك استعمل مين؟ الجتا. فإذا عشان أعرف أنا س كام بقول جتا الس بيساوي مجاور على مين؟ على وتر. المجاور 12 على 15 نفس جتا السين. انا علمتك لما بتكون المجهوله سين شو بتستعمل؟ تستعمل كوساين انفرس، فبتحط بالاله الحاسبه كوساين انفرس لل 12 على 15. ليش انفرس؟ انه الزاويه مجهوله. هاي كيف تنقرا؟ ما هي الزاويه التي جتاها 12 على 15؟ كيف بالاله الحاسبه؟ طبعا في طريقتين بالاله الحاسبه، يا اول شيء بتطلع قديش 12 على 15 بعدين بتاخذ لهم الكوساين، يا اما عادي بما انه اقواس ما في مشكله. فبروح بحط شيفت الكوساين، بتاكد انه طلع الانفرس، بفتح قوس بقول 12 تقسيم 15، بسكر القوس. عشان الاله الحاسبه لما بتحط القوس يا امي اول شيء شو بتطلع لك؟ 12 على 15 بعدين بتطلع لك الكوساين. شو بيطلع؟ طلع معك 36.86. اذا السين شو هي؟ شو هي الزاوية سين؟ إذا السين شو طلعت معنا؟ 36.8. طلع الستة جنبها تسعة، التسعة شو هي التسعة الزاوية؟ طلعت الستة واحد، فبصير الستة شو؟ 7. طلع كتبت شعر بقش إنجليش. إذا الزاوية 36.87. السبعة والثمانين كبيرة، يعني هي تقريبا الزاوية شو؟ 37 تقريبا. إذا جبت لك اياها ضع دائرة ما ححط لك اياها هيك، احنا اتفقنا انه الزاوية لما بدك تحسبها حسابات بعد الفصل بتختار شو؟ منزلتين، لما بدك الطول جابها وجتاها، بس لما بسألك انا شو الزاوية بتقول لي الزاوية من 36.87، يعني هي تقريبا
37. يعني ممكن بضع دائرة ما اجيب لك اياها هيك، بضع دائرة اجيب لك اياها 37، فهو الخيار الانسب. تمام، اللي هو احنا بيا نفس الشيء. هذا السؤال تماما 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 بيشبه سؤال 6، وانت فاتح الكتاب نفسه روح لسؤال 6، نفس المعطيات ونفس كل شيء، وراسم لك الرسمه ومعطيك الوتر. يعني مستحيل اجيب لك سؤال زي هيك لانه جدا سخيف، الوتر طالع على القليله غلبك، واعطيك هاي واسالك مثلا الزاويه صاد، ما هي الزاويه صاد؟ ما اعطيك ال 17، اعطيك هذا الضلع. تمام، بتصير انت بتعرف مقابله، بتعرف مجاوره، بس ما بتعرفش الوتر. هيك بغلبك، بخليك تطلع الوتر، وبعدين بتصير انت تقدر تطولها يا بالجيب يا بالجت، لانه معطيات اثنين معك. في الشكل جد قياس الزاويه صاد، مسهلها، هيها صاد. المس حكت لي بدور على الاضلاع، بما انه انت قائم الضلع المقابلك بتسمى وتر، فالوتر معي روحت. بسال نفسي الثمانيه شو علاقتها بالصاد، مجاورها ولا مقابلها؟ مجاورها. فاذا انا راح استعمل مين؟ راح استعمل الكوساين. فبقول جت الصاد تساوي 8 على 17، صح؟ هي جت الصاد المجاور على الوتر، جت الصاد 8 على 17. يعني بسال نفسي سؤال، شوف مين المجهول عندك اياه؟ الزاويه. فبسال حالي السؤال، ما هي الزاويه التي جتاها 8 على 17؟ هاي كيف بتنطال؟ من الاله الحاسبه. شفت الكوساين، بفتح قوس 8 تقسيم 17، بسكر القوس، فالزاوية بتطلع معك 61.927. السبعة بتعطي اتنين، شو بتصير؟ تلات. فبتصير شو؟ 61.93. بما انها 9 ماما، خلص كتير قريبة، يعني هاي تقريبا كام الزاوية؟ تقريبا 62. تقريبا الزاوية عندي اياها شو؟ 62، نفس المبدأ هذا. تمام، هيك الدرس يا شباب خلص. جدا سهل، جدا ممتع، جدا حلو. لازم كتير تكون مفرق بين الجيب والجتا، لازم جدا تكون مفرق بيناتهم. حنفوت بعدينها على الظل، اذا كنت فاهم كل واحد لحاله صح ما بتتخربط بالظل، بالعكس بتلاقيه جدا حلو. لما نفوت على العلاقات المثلثية بتصير كأنك بتلعب حزازير، كأنك بتلعب الأسئلة اللي بتجيك على الفيس، متع عقلك هدول. فجدا الموضوع حلو وسهل. هلا أسئلة الدرس، صلي على النبي. أول شيء السؤال الأول، ما صليتش، صلي على النبي. السؤال الأول حليناه، والثاني حليناه من الفيديو السابق. ضل عنا 3 4 5 6، وهي 6 حليناه. إذا ضل عنا السؤال الثالث والرابع والخامس. تمام، شوف لي السؤال الخامس، حلينا زيه بالضبط الدرس الماضي، ورجعت اليوم حكيت لك قصته. إذا كانت سين زاوية حادة بحيث إنه جيب السين يساوي جت السين، ما قيمة سين بين 45؟ ليش؟ قلنا بالفيديو السابق الزاوية الوحيدة اللي جيبها وجتاها متساوي، جيبها وجتاها متساوي، اللي هي من 45. هاي أول طريقة سجلها. تاني طريقة، أنا أصلاً محفظتك جيب 45 واحدة جذر 2 وجت 45 واحدة جذر 2. تالت طريقة، الطريقة اللي أنا بحبها، برهان، تعال نبرهن. السؤال الخامس بدي أبرهن لك إياه. هاي أكتر من طريقة، بس المهم إنه أنت تقتنع الجواب، وبعدين بدي اياك تحفظ لي اياها مظبوط. اللي جاب هاي بقول لك، ما هي زاويه سين اللي بحيث يكون جيب السين يساوي جتا السين؟ ما هي قيمه سين؟ احنا حافظين سين 45 من طريقه، يعني الثالثه بتقول المس حكت لي الجيب بيساوي الجتا، جيب الزاويه بيساوي الجتا اذا كانت الزاويه الاولى زائد الزاويه الثانيه شو بتساوي؟ 90. لانه قلنا جيب ال 30 نفسه جتا ال 60. ليش؟ لانه 30 مع ال 60 90، قلنا زاويتين متممات من الحصة الماضية حفظتك اياها وبداية الحصة هاي. فأنا سين زائد سين شو لازم تساوي؟ 90. إذا لقيت هيها، هذا الورقة كانت عنا اياها بالفيديو السابق، هي جت الجيم بتساوي جيب الألف، إذا كانت جيم زائد ألف شو بتساوي؟ 90. إذا كانت جيم زائد ألف شو بتساوي؟ 90. فلازم تحفظها. أنا هون بالسؤال ما عندي اياها جيم وألف، عندي اياها سين وسين. فأنا بقول جيبها بتساوي جتاها إذا كانت الأولى زائد الثانية شو بتساوي؟ 90. فبقول بطيخة وبطيخة، بطيختين تساوي 90، على 2 على 2 سين شو تساوي؟ 45. هاي طريقة الحل. هاي رح احفظ لك الفيديو هون، وقف هون. هذه شو؟ هاي طريقة الحل. هيك بدك تكون حكاتبها في دفترك. الطريقتين اللي قبل بدك تكتبهم، اغششك اياهم. الطريقة الأولى إنه أنا حفظتك اياها، جيبها 45 وحاجة 2 وحاجة 2، ومن الدرس الماضي ورجيتك شو هي الزوايا، كان على شكل مثلث، بتوقع سؤال 5 برضه. تمام، يلا
الأسئلة كتير سهلة، يعني أنا الأسئلة اللي سهلة اللي بتنحل زي هيك بسهولة أنت بتشعر في الملل إنه أوكي وبعدين وين الموضوع. صار في عنا هلأ السؤال الثالث والسؤال مين الرابع، صفحة 81. السؤال الثالث والرابع تعالي نحلهم، أنا أوريدي رسمت لك إياهم على الدفتر لحتى ما نتغلب عشان خط كتير جميل. فأنا هاي الدفتر عندك هون، صار حل أسئلة الدرس صفحة 81 ماشي. يلا هاي السؤال الثالث وهي السؤال الرابع، السؤال الخامس هين خلصناه. هاي الطريقة الأولى وهي الطريقة مين الثانية، الله يرضى عليك. هاي التنتين وقف الفيديو هون وسجلهم عندك بس تكون فاهم، تغش شو قلنا الأربعة لسه ما شرحته. تعال نشوف. يلا السؤال الثالث بيحكي لك، هو رسمه بالكتاب ماما بتطلع، انا كملته من عندي من الشرح بنكمل لك اياه، بس شوف الرسمه كيف بحكي لك. يمثل الشكل 7 × 26 قطعه ارض على شكل شبه منحرف. احسب محيط قطعه الارض، احنا حافظين من سادس المحيط هو عباره عن مجموع اطوال الاضلاع. صلي على النبي، هلا انا بكل مجموع اطوال الاضلاع مش معطيتك الا طول الضلع هاد 20 وهاد 20، بس قايله لك هاد قائم هاد قائم، هدول بذكروك بسوابع، سابع اللي هو التناظر التوازي والتناظر والشغلات اللي مثل هيك ماشي. هلا انت سيبك من هون، تعال اطلع على الرسمه عندي اياها كيف، واضحه يا رب واضحه، اهي واضحه تمام. هي الرسمه عندي اياها هيك هون، حكالي بالكتاب انه من هون لهون 20 ومن هون لهون 20، فانا شو السبب اسقطت؟ رحت اسقطت لك من هون عمود زي ارتفاع هاد وسميته 20، يعني لان انا بعرف انه من هون لهون 20 فانا اسقطت لك عمود من هون قسمت الرسمه، لان المحيط هو عباره عن مجموع اطوال الاضلاع صح، بس انا ما بعرف هذا الضلع، فانت بتقسم لاجزاء بحيث انك انت تقدر تطلع طول الضلع كام زي ما انت شايف. هلا هون الرسمه عندك اياها اسقطت انا بس عمود من هون، هذا العمود طوله 20، شو عرفك مثلا انه نفس الطول الارتفاع هذا نفس الارتفاعات فسميته 20، فصار عندي مربع هذا بعرف فيه 20 20 وهدول قائمتين، عشان هيك تشجعت انه ارسمه ويصير مربع. فانا لما اسقط عمود طبيعي يكون هون قائم برضه، طبيعي هون يكون قائم، فصار عندك مربع كل اطوال اطلاعه 20. لما تيجي تحسب المحيط انت ما الك تحسب هاي، تحسبه من برا، فبتقول 20 و20 و20، ضل عليك تعرف طول الضلع هاد وطول الضلع هاد، يعني هاي ما بتفرق معك بالمحيط. فانت بدك تحسب هاي كام زائد هاي وهاي وهاي وهاد. هلا بما انه انت قائم هون فطبيعي تكون قائم هون، فصارت هاي الزاويه قائمه، لكن هاي الزاويه من هون مش قائمه لانه هذا المستقيم هذا عوج معك، فصار مبين اصلا معك انه هذا زاويه حاده حلو، لكن هذه قطعه مستقيمه انا اسقطت عليها عمود، فزي ما بتكون عمود هون عمود هون. اطلع عندك على الحيطه، العمود لما بينزل على الارض بكون عمود، الحيطه بتنزل على الارض بتكون عمود من الجهتين، يعني ما بتكون من الغرفه من جوا مايله من عندك واقف عمود. فهون بما انه عمود عمود، بما انك انت قائم هاد شو اسمه، هاد اسمه وتر، اذا هذا اسمه صار شو عندي يا وتر. هلا ضل علي اعرف هاي وهاي، هذا الجزء عرفته، هذا الجزء اسمه وتر وهذا ما بعرفه. فاذا صف السؤال زي المثال اللي اعطيتك اياه، زي طول السلم، لا معك السلم زي عمود الكهرباء والسلك، لا معك السلم، يعني الرسمة كتير مرتبة وأنا محينة عليها برتبتها أوسخها. يا هذا شو صار اسمه الوتر. فزي السلم زي السلك والعمود الكهرباء التنتين مجهولين، بس معاي الزاوية هاي، هاي الزاوية شو اسمها؟ اسمها 30، بصير أدرس الزاوية 30 حلو؟ الزاوية 30 هذا بالنسبة إلها وتر، هذا بالنسبة إلها مقابل، هذا بالنسبة إلها مجاور، أنت لا الوتر ولا المجاور بتعرفه، بس أنت بتعرف العشرين. فأنا بقدر أطول الوتر، بقدر أطول جيب التلاتين، جيب التلاتين هو عبارة عن شو؟ المقابل على الوتر، جيب التلاتين أنت بتعرفه، والمقابل أنت بتعرفه بطول مين؟ بطول الوتر، لأن المسولة قالت إذا الوتر طلع معك السؤال انحل، لأنه هو موجود بالجيب وبالجتا. فطالما وجود الوتر معك خلص. إذا بتطلع على الزاوية 30، ما هي الأضلاع اللي أنا بعرفها؟ بعرف بس مقابلها، فبقول جيب 30 يساوي المقابل على الوتر، يعني يساوي هيها تحتها هون. جيب 30 إحنا حافظينها، كم جيب 30 يما؟ نص، بتساوي إيش المقابل؟ 20. إيش الوتر؟ سين، ما بعرفه. بضرب ضرب تبادلي بتصير سين شو بتساوي؟ 40. تمام؟ 2 20 40، إذا سين طلعت معك
قديش طولها؟ إذا الوتر طلع معك 40، هذه الرسمة طلعت معك 40 وبطلت علامة استفهام، صرنا عارفينها. هاد طلعت معك 40، نفس الشيء الوتر، هذا الضلع، هاي الزاوية اسمها 30، صرت أعرف الوتر وأعرف المقابل، هذا شو الضلع بعلاقته اللي ما بعرفه، شو علاقته مع 30؟ جيران، فلو قلت جتا 30 شو بيساوي؟ جتا 30 بيساوي المجاور على الوتر. جتا 30 جذر الثلاثة على 2 شو بتساوي؟ المجاور على الوتر اللي هو 40. شو عرفك إنه جتا 30 جذر الثلاثة على 2؟ لأنه جتا 30 المس حكت لي هو نفسه جيب 60، جيب 60 حفظتك يا جذر 3 على 2 يعني هو نفسه جتا مين؟ ال 30. هلا في طريقة حل راح أتركها عليك، واجب الثانية أسهل من هاي. طيب جذر 3 على 2 مو؟ هلا بضرب بقول تنين المجاور، تنين المجاور بتساوي جذر 30، جذر 3 في 40 على 2 على 2، جذر الثلاثة قربش عليها حيوانة، بتصير المجاور اسمه جذر الثلاثة 40 على 2 20، إذا 20 جذر الثلاثة. مس إيش الطريقة الثانية؟ الطريقة الثانية مش هاي اسمها 30 وهي 90، يعني هذا خاوة شو اسمه؟ هذا خاوة اسمه 60. الزاوية 60 هذا الضلع المجهول بالنسبة لها مقابل على وتر، فالزاوية 60 جيب 60 هو نفسه المقابل على الوتر، وجاب الستين جذر الثلاثة على اتنين، فنفس طريقة الحل، حتى بقدرش اقول لك اياها اسهل. هيك انت خلصت كل اطوال الاضلاع بس ما خلص السؤال. المحيط هو عبارة عن مجموع اطوال الاضلاع، اذا بقول ما هو المحيط؟ بقول المحيط الضلع الاول 20، الضلع الثاني 20، الضلع الثالث 20 جذر الثلاث، الضلع الرابع اللي هو البطر 40، الضلع الخامس اللي هو مين؟ 20. كمان مرة، كم ضلع عندك؟ 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، جمع لي اياهم مع بعض، بس طبعا هاي لا تقرب عليها لانه فيها جذر الثلاثة، ف 2 4 6 8 10 100 زائد 20 جذر الثلاثة. خلي لي اياها هيك، تمام؟ تأكد 2 4 6 8 10. خلص السؤال، كتير بجنن وكتير حلو. ايوه هيك، عشان بس تيجي تنقله على الدفتر يكون واضح معك، تمام؟ ثبت الفيديو وانقل الأجوبة. هلا السؤال الرابع بيقول انت خلصت نقل السؤال الثالث، السؤال الثالث هيك عشان يكون أوضح لك. يلا السؤال الرابع شو بيقول من الكتاب؟ بيحكي ألف باجي مستطيل فيه ألف باجي 50 سنتي باجي 120 سنتي، بدي جتا الزاوية ألف جيم دال. يلا هاي المثلث ألف با جيم دال فيه ألف با 50 با جيم 120، فبما أنه أنت 50 أنت 120 يعني أنت أكيد نفس الطول 120 لأنه كل ضلعين متقابلين متساويين، وأنت أكيد نفسك قديش طولك؟ 50 درجة. طالب مني جتا الزاوية شو اسمها؟ جتا الزاوية ألف جيم دال، ألف جيم دال، فانت ما بتقدر تطلع زاوية ألف جيم دال إلا من خلال يا أمي تسقط شو بنسميه هذا؟ قطر، تسقط قطر من ألف إلى جيم بحيث ينشئ معك مثلث قائم الزاوية، لأن المستطيل بدون ما تنزل هاي صار عندك مستطيل. وين المثلث؟ أنا النسب المثلثية المس حكتلي لازم يكون مثلث وقائم، المستطيل جميع زواياه قائمة، مستطيل جميع زواياه شو مالها؟ قائمة، صح؟ فلما هو حكى لي بدي جتا الزاوية ألف جيم دال، ما في زاوية اسمها ألف جيم دال، لما تسقط هذا الخط اللي هو وتر اللي هو قطر في المستطيل تنشأ هاي الزاوية، إذا هاي هي الزاوية مش هاي، هاي الزاوية لأنه هاي اسمها ألف جيم دال. هذا المثلث قائم خاوة، هي هون قائم، هاي الزاوية كانت قائمة بس انقسمت، وهي الزاوية كانت قائمة بس انقسمت، بس هل انقسمت بالنص؟ شو بعرفك أنت؟ ما إلك، إلك بدي أنا جتا الزاوية هاي، فجتا الزاوية هاي بما انه انت القائم المقابل لها شو بيكون؟ بيكون الوتر، مبينه هو اطول ضلع، اطول من هاي واطول من هاي. 120 و50 من السؤال انعطت، فالسؤال جدا سخيف لانه معك الضلع تنتين، بس ما معك مين؟ ما معك الوتر، نفس اللي كنت احكي لك اياه بالسؤال الاخير، بعطيك الضلعين بس بخبي عليك الوتر عشان اتوهك. هلا هاي الزاويه بدي جتاها، ما هو الجتا؟ المجاور على الوتر، المجاور معك اياه بس الوتر معكش اياه، اذا انا المجاور عندي اياه، ضل علي اطلع مين؟ بتطلع الوتر. كيف بنطلع الوتر؟ نظرية فيثاغورس، الوتر تربيع بساوي الضلع الأول تربيع 50 ضد الضلع الثاني تربيع اللي هو مين؟ 120،
فخمسين تربيع، 120 تربيع تحت الجذر، بصف عندك الوتر 130 من نظرية مين فيثاغورس، معك الضلع عندك الطول الوتر. فبترجع جت الجيم بعد ما طلعت الوتر اللي هي مجاور على وتر. قديش مجاور الزاوية جيم؟ هيها ألف جيم دال، ما أنا بدي أجتها، فمجاورها 50، هذا وترها وهذا المجاور، فبحط المجاور اللي هي 50 على الوتر اللي هو طلع معي 130، فصارت 50 على 130، شيل الصفر مع الصفر صارت 15 على 13. سؤال كتير حلو، بعرض الفكرة لأنه قلت لك إياها، وأنا بعطيك الضلعين اللي أنت ما بدك إياهم أو بتستعملهم، بس المهم بالنسبة لي شو الوتر. نفس الشيء لو طلبت منك جيبها، كتير سهلة، المقابل على الوتر، تمام؟ لسه هون المجاور بيطلع معك بسهولة لأنه هو عندك إياه المجاور. هلأ شو؟ هيك بنكون أسئلة الدرس كاملة أنهيناها وخلصناها، هيك صورة كاملة. إلا بدك تنقل وقف الفيديو وانقل. فهيك بإذن الله تعالى الدرس كليته خلص، أنهيناه كامل مع أسئلته. بصير عندك واجب بس السؤال الأول، وكل الأجوبة اللي أعطيتك إياه الأجوبة النهائية عندك إياه. ويعطيكم ألف عافية.